في الأخبار العاجلة أيضا تشاهدون الآن أمامكم رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادم يترأس اجتماعا للقيادات الأمنية بمقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا ضياء الناصري الآن من بغداد. ضياء، الصور تظهر حتى اللحظة يعني استمرار تدفق أنصار التيار الصدري إلى محيط مقر الحكومة في وسط بغداد، ما هي آخر التطورات لديك الآن؟ ربما هذه تكون صور غير جديدة. فعليا تم عزل المنطقة الخضراء والطرق أو يعني الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء بشكل كامل، ومنعت كل الآليات بالتوجه إلى هذه المنطقة. قبل حوالي ساعة كان ما تزال أعداد يعني متفرقة تتوجه إلى هذه المنطقة، ولكن بشكل فعلي تدفق البشري باتجاه المنطقة الخضراء توقف. الأعداد الموجودة هي غير قليلة البتة، يعني هناك آلاف من المتظاهرين وصلوا في اللحظات الأولى أو في الدقائق الأولى وتجمهروا، وحاليا يتواجدون في داخل هذه المنطقة. بحسب المعطيات حتى الآن بالفعل المتظاهرون انسحبوا من القصر الحكومي وانسحبوا من المجمع أيضا الرئاسي، يعني الشوارع المؤدية إلى القصر الحكومي أيضا تم إخلاؤها. القوات الأمنية اضطرت إلى إبعاد المتظاهرين إلى مسافات بعيدة، وتم إرغامهم بالعودة إلى مجلس النواب ومكان اعتصام المتظاهرين، حيث كانوا يعتصمون أمام مقر مجلس النواب. أيضا من هذه الجهة كما نشاهد، فإن حتى متظاهري الإطار التنسيقي انسحبوا بشكل كامل من هذه المنطقة بعد أن تم إخلاء التيار الصدري أو المتظاهرين من التيار الصدري من هذه المنطقة، واضطروا إلى العودة، وعادت الأمور إلى حالها الطبيعي أو إلى حالتها الطبيعية، واستقرت بشكل شبه كامل.